برباعيه كبيره جدا نجح الاهلي في اقتناص 3 نقاط هامه جدا على حساب نادي الاتحاد السكندري بالامس على استاد القاهره. هدف رائع جدا لوسام ابو علي. الناس تقول لي ما هي ركله الجزاء سهله جدا، اكيد هيبقى ضربه جزاء. ايه المميز فيها؟ طريقه التسديد، طريقه ركن الكوره في التسعينات في السوكه كده في المرمى زي ما بيقولوا. يعني وسام ابو علي بيسدد ركلات جزاء بشكل متميز جدا. هدف كمان لرضا سليم ولا اروع ولا اجمل من كده. قدامكم الاهداف على الشاشه، يعني بجد رباعيه باهداف متميزه، اهداف ممتعه. سواء هدف وسام او هدف رضا سليم لما يكون معانا دلوقتي. قدامكم اهو الهدف رضا سليم. بصوا اكنك عارف انت لما بتسدد كده وانت بتلعب بلاي ستيشن، بتثبت الحارس وبتشوط الكوره على يمينه او حتى على يساره. تسديد الكوره وانك توجهها بوش رجلك بالشكل ده هدف ملعوب. عمر كمال بقى وتسديده من مسافه بعيده ما شفناهاش من زمان. هدف رائع جدا، خدت ايد بعرضه المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، الثلاثيه في الشوط الاول للنادي الاهلي. نزل كمان محمود كهربا وكريم فؤاد وكان لهم دور ايجابي جدا على التسديد على فريق مرمى الاتحاد. نجح الاهلي الحصول على ضربه جزاء ثانيه، والحكم الدولي محمد معروف بالامس كان متميز جدا، كان رائع جدا. الفتره الاخيره بقى مركز اكتر، عنده كاس عالم فابتدى يتحكم في قراراته ويشتغل بشكل كويس في المباريات. طبعا دخل امبارح كهربا وللمره الثانيه على التوالي كولر بيديه الثقه انه يسدد ضربات الجزاء، سدد في المباراه الماضيه ويسدد في مباراه الامس امام الاتحاد عشان الهدف الرابع للنادي الاهلي. 4-1، حاجة إيجابية مهمة جدا لفريق النادي الأهلي. طبعا فريق الاتحاد كان أحرز هدف وكان 3-1، ولكن قدر الأهلي يجيب 4-1 عشان الماتش ينتهي مبكرا ويقدر الأهلي يفرض أسلوبه وسيطرته وينهي فكرة إن المباراة ممكن تكون صعبة، لأن الاتحاد داخل المباراة وعايز ياخد نقطة بأي شكل، عايز يكسب، عايز ياخد أي نقاط إيجابية عشان المنافسة على فكرة لو نتائج الدور الأول مؤهلة للبطولات القارية في الاتحاد السكندري يكون عنده حظوظ في مسألة المشاركة القارية في الموسم الإفريقي المقبل. لكن نتيجة إيجابية، مكاسب عديدة، أهمها أولا رصيد الأهلي في نقاط الدوري ارتفعت وأصبح الأهلي دلوقتي حاليا في المركز السادس أو السابع حتى ب 30 نقطة، ولسه متبقي ليه ما يقرب من حوالي من 5 إلى 6 لقاءات مؤجلة. فبالتالي شكل إيجابي في ترتيبك لجدول الدوري العام، وكمان شكل إيجابي لو بتنافس على الصدارة عشان نتائج الدور الأول فيما بعد. أنا مش عايز أتكلم على الموضوع الإفريقي دلوقتي، ولكن طبعا اللي حصل امبارح هيخلينا نروح لنفس السكة دي وهنتكلم فيها، ولكن بشكل مختلف عما تم إثارته بالأمس، سواء حتى من رئيس رابطة الأندية اللي قال كلام امبارح كان مقرر، ما قالش أي كلام جديد. النهاردة هتسمعه من خلالنا احنا بقى الكلام الجديد في هذه الجزئيات. لكن ماتش الاتحاد ماتش مهم، انتصار ثالث على التوالي في المباريات المحلية في توقيت صعب جدا، بتلعب 4 مباريات في ظرف 10 أيام وانت داخل على نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي. كولر ابتدى يدفع بعدد كبير جدا من اللعيبة، بنشوف فيه أكتر من لاعب في أكتر من مركز.